والله انا البوط طلعت صنص وما يجي منه. انا ملي كنت مزوج بنادم ما كنتش كنلوح الفيديوهات على ودا طلعت صنص هذا. لما حنا بدينا كنبحثوا جبرنا انها حقيقه هادشي اللي كدير 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 راه ماشي غير المغاربه يعني حتى على السلطه ضحكت عليهم. انا بنت ليا شفت جي فيزيوني واحد لا فيديو كتبان ليا حتى لومبيلونس اذا درتي السينما وجدتي لومبيلونس وجدتي الصحافه راه ماشي كتشوف تبي اللي كان داك النهار. انا بان ليا حتى صحافه اخرى مي سي كوا سا حكم ان واحد السيده تعرضت لاعتداء من عند الجيران ديالها. فوالا اذا انت كتضحكي على 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 المغرب كامل بما فيهم المغاربه بما فيهم السلطه بما فيه الـ يعني الـ 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 الوقايه المدنيه. هذه يمكن انا سايبان لي على انها خصها هذه ان سويفي ميديكال. الا كانت كدير هادشي بدون وعي خصها طبيب نفساني. انا كيبان لي طبيب نفساني لان هادشي ما تقدرش ما غتمشيش فيه العين ومن الاحسن ناخذو بيديها. انا كنقول هنا انا هنا ما كان جو سي اسي كوتي ما نكذبش عليك فاطمه زهره انا معاها ولكن تغير الاسلوب ديال لي فيديو ديالها تغير الطريقه ديال الكلام ديالها. اصلا كتقول لك انا مثلا ونزار وهشام كنا غير كنمثلوا على الناس باش نربحوا هاد الملايين. ما كنمثلوش بالزواج ما كنمثلوش بالوليدات ما كنمثلوش بالحاجات اللي هما يعني حياتنا اليوميه ما كنمثلوش فيها. اذا انت كنتي كتمثلي كتخلصي على ظهر على حسب المغاربه. نو جو نسوي با داكور. استاذه سميره واش الفلوس واش الانسان اللي محتاج واش المراه اللي كتكون في وضعيه صعبه تقدر دير اي حاجه على قبل الفلوس؟ بحكم تجربتي 30 سنه المراه المغربيه تبارك الله ما شاء الله عليها راها عندها النفس نفسها. المراه المغربيه ولات كتخرج تخدم على ولادها كتخدم في اي حاجه كديرها. الحرام ما كديروش المغربيه علاش؟ لان دي فوا كتكون مضطره مثلا ولكن لا لما كتلقى راسها خطات كتعترف كتقول لك انا ما بغيتش الحرام. شحال من فيديو دوزت لفاطمه الزهره شحال وحده كتقول لك ما بغيتش الحرام راه المغاربه بغيت حياه جديده بغيت حياه جديده. هادشي اللي كانت قالت لنا نيت ندى وانا صراحه كنت مشيت عندها حتى الخميسات وجات هنا للدار البيضاء وتلاقيتها في اوتيل ملي ولدت بنيتها. قالت لك انا ندمت على جميع الفيديوهات اللي كنت كنديرها فاطمه الزهره ندمت على ذاك العري اللي كنت كنتعرى ندمت على قله العقل. باقا صغيره ما عندهاش العقل ديك الساعه طايشه راهي حدود الساعه عندها شي 22 سنه ما كنكملهاش. انا بغيت نبدا باقا صغيره ولكن كاينين ناس كبار اللي يقدروا يوعيونا. للاسف انا ما كتبانليش ان الام ديالها في استطاعتها انها تعاونها. كتبان لي ان ندى حسيت تفرق ماماها باش تقدر البو تراسي لا في ديالها لان مادام مع الام ديالها تا هي خصها ان سويفي يعني. ندى حسي ما بغيناش نسمحوا فيها لان بنتنا مغربيه بنتنا حنا واجبنا ان نكونوا بجنبها ولكن تغير المحتوى ديالها. واش كلشي خصو سويفي ميديكال؟ لا بالنسبه لي لها انا كنقول بان شفنا هذه الحاله حنا كنتبعوا كاع الحالات اللي عندنا راك عارفه فاطمه الزهره عندنا عدد كثير. شي يومين تبعتي المسار ديالها من نهار حملات ولدات ومع الزيبه قالت انا غادي نتبدل انا بغيت نولي ام وبغيت نولي ومن تما وانتم متبعينها دعمتوها انتم استاذات واوتور. دعمناها بلي فيو يوميا كنخليوا لا فيديو انا شخصيا كنشوف لا فيديو حتى كمل ولو اننا ما غردناش نسمعوا داك الشيء ولكن كنشوفوا ان هذيك البنت راه كالسه هي الام ديالها كدير خرجات كدير مزيان هذاك ادماج. انا بالنسبه لي هذاك ادماج يعني محتاجه لا الدعم النفسي ولا المادي. فوالا دمجت نفسها وقفت على جيلاتها ولدت بنيتها كتقابل بنيتها كترضع بنيتها كتكون مع ماما. هذا فرحنا حنا كمجتمع مدني فرحنا لهذيك البنيته. حتى بدا التغيير لما تزوجات حقيقه الزواج كيكون فيه ولكن كاين زواج ما كنفضحوش حياتنا الشخصيه قدام كل شيء ولكن درت اخطاء يمكن كل خطا غادي تتعلم. للاسف ما تعلمتش الا لوندو ما كدير اكثر منه حتى كتواجه هنا كتواجه المغاربه انك تستحمر المغاربه. علاش كتقول لي كتستحمر المغاربه؟ لان المغاربه كيدعموك كيشوفوك راه المغاربه كيشوفوك. علاش كيشوفوك؟ لانك اولا وضعيه صعبه لان بالنسبه لنا هذيك راه وضعيه صعبه خصنا نتعاونوا معها ولحد الان بقول تنقول باقا وضعيه صعبه لان وقعت في هذا المازق هذا المشكل خصنا نعاونها نخرجوها منه. هذا من جهه. من جهه اخرى ماشي غير هي اللي كتضرب في المغاربه وحنا اللي كنتعاونوا معاهم حتى قاصرين. انا كيبان لي قاصر كيخرج كيعير في المغاربه وكيعيروا في الناس وكينطقوا بكلام اللي هو نبي نبي حشومه.
راه عيب. وعارفين الوالدين ديال هاد القاصرين فينا هما، فينا في العائله ديال هاد الناس. وحنا كنقولوا بان هذا الشهر ديال رمضان الانس، وحنا عندنا الحجر الصحي كندخلوا لديورنا، يعني كيشوف قدامنا التلفزيون الافلام وقدامنا لي بورطابل ديالنا. اذا كنقول كاين حتى اللي كيبارطاجي يعني هاد لي بورطابل في التلفازه باش كيتفرج اكزاكتيمون. كنشوفوا الحلقه تبارك الله المغرب ديالنا راه ما خاصنا تاخر الحمد لله، ولكن كنقولوا كطلع لي انا شخصيا كطلع لي انا ذا حسي كنقول نشجعها ماشي مشكل، ولكن نتعايروا حنا مغاربه علاش؟ شنو كتعطينا باش تعايرينا؟ راه حنا اللي كنعطيوك. المغاربه كل ما عطاوك سخطوا المغربيات الامهات كاين تبارك الله اللي في مستوى راقي كالمثقفات ماشي كتعلميهم، راه كيعطفوا عليك. هذا هو الخطا، انه كان كيعطفوا عليها المغربيات المغاربه في خارج. ما كنت باغي ندير والو، ولكن اللي كنحس بالحقره من حقي ندافع على راسي. انا من شحال هذه حيت هاد الغوات وحيت كلشي، ولكن ملي نشوف واحد بيطقني وبيطقني غير هكذاك من حقي ندافع على راسي. انا دابا كنتوي على صواب، صواب سير صواب، الله ياخذ فيك الحق، الله ياخذ، الله ياخذ فيك الحق في هذا رمضان. كيف ما ضحكت عليا بغيت ربي ياخذ فيك الحق في اقرب وقت. المهم صواب اش مشى دار؟ مشات عنده ندى المدام، مشات عنده قالت لي بغيت نطيح نزار. صواب اش مشى دار؟ شد شي كواليس درتهم في الفيديو ديالو ولحم على اساس راه شنو الدخل ديالو في هادشي كامل من الاول اصلا؟ شنو اش دخلك كاع في هادشي كاع يا الف؟ حنا نشوفوا كاع هادشي كامل نجيو شنو محلو كان في الاعراف وسط هاد المشكل هذا. المهم انا نهضر معكم وانتم حكموا، ما تجمني لا انا لا من الملولي لا من الصواب، انتم حكموا. انا مشيت لكازا عند الملولي كان طالع لي الدم، مشيت باش نبرد شويه. الصواب كنلقى واقف لي قدام الباب يومين، وانا كنلقى واقف لي قدام الباب، راه الفيديو راه هو لاحو. نزار بغيت نصور معاك، نزار بغيت نصور معاك. يا ودي صواب سير بحالك، يا ودي يا ودي صواب فكني من هادو. طلع هاد الملولي قلت لي شوف فكني من هادو كي غادي ندير. شنو درتي انت؟ طلع نزار للدار، هو حتى التليفون قال لي غنهبط بلا تليفون. قلت له علاش؟ قال لي باش نقول لهم راه تليفوني بقى في الدار ونوني نرجع. قال لي راه غادي يركبوني في الطوموبيل وغيهربوا بيا. كاين هاد الهضره ولا ما كاينه؟ كاينه. شكون اللي خلى التليفون؟ قلت انا خلي شي انا خليت الفوق ونزلت عندهم. ما نعرف غادي يديوني، ما غاديش نعرف راسي فين غادي نمشي. قلت للصواب الله يرحم لك بير والدي راه ما جيش لعندك، انا جاي عند الملولي. سير خليني عليك في التيقار. قال لي لا غنصور معاك وربي كبير. مشيت عند الملولي قلت له شوف عفاك ما ديرش مني قلال الصواب. قلت لي قال لي اشنو؟ قلت لي مشى مع الصواب نصور معاه ونتهناو منه. انا نقول لك صواب في وجهك لحقاش ما صدقتيش راجل، انت ماشي راجل الصواب من الاخر اسمح لي. مشينا معاه بحال هكا. علينا الكراهه وانا كراهه وعندي كريدي ديال الطوموبيل وكذا درت فيك مزيان درت فكرتي. شوف درنا فيك بليزير باش تاكل شويه الخبز. حنا قلنا شوف البس طالع، بس طالع حنا ولاد الخير. باش تخلي تصوب. نزار عافاك عندي الكريديات وتدير البوز وانت موضوع الساعه بغيت نصور معاك فيديوهات. قلت له ماشي مشكل صور. ماشي مشكل صور. انت كدير المعيز في القناه ديالك باش تصور معاه. انت صحفي جورناليست، انت غدير معاه انترفيو ديال اش انترفيو؟ طلعنا في الطوموبيل ديالو غادي هو منفخ بحال مخلصني غادي الملولي يعني على واش يمشي معنا تا هو. صافي وصلنا، من وصلنا هضرت قال لي دير انترفيو. درت مع انترفيو بدا سؤال جواب، يعني سؤال جواب. اش هي سؤال جواب؟ يعني انا ما حزين، ما كنهضر على ندى، ما كنهضر على والو، يعني هو كيسولني وانا كنجاوبو لا اكثر ولا اقل. هو اشنو مشى دار ولد الحرام؟ الخبط اللي فيه، شوفوا الخبط اللي فيه من مورا الكواليس. شد دوك الكواليس ولحم على اساس انا غير كنضحك ما مقلق ما والو. اي انترفيو كيكون عنده كواليس، اي انترفيو كيكون فيه كواليس. واش مشى دار؟ يعني انا كنصور معاه، يعني خدمت معاه فابور ما خلصني ما والو. مشيت صورت انا وياه، يعني هو دار معايا غير فيديو واحد. صدقت مصور معاه ربعه ديال الفيديوهات. شو هاد الحنه اللي فيها؟ والخامس ديال اللي من الاولين. وعلاش انا صورت معاه الفيديو؟ علاش نزار؟ حيت البيبليك كانوا كيقولوا لي الحاس بسبابي شنو؟ كان كيأتاكيني وكيسبني وكيقول لك هادشي كنتحداك وشويه لقاوه معايا. البيبليك اوتوماتيكمون قال له انت نحاس بلا بيا، وبدا كيرغبني عافاك الملولي. صلح لي وجهي مع البيبليك، قول لهم راه ما بيني وبينك والو باش ما يبقاوش يقولوا لي نحاس. ودرت معاك فيديو باش تصلح لك وجهك فتي تغدرنا. حنا درنا معاك زوين، لا انا لا هاد الانسان. شنو در ها البيبليك كيسمع وكيشوف انا وهذا درنا معاك زوين، حنا بغينا نصلحوا لك وجهك. شكون اللي غدار اخي نزار؟ هو اللي غدار، اكبر غدار هو هاد الغدار هذا اللي كنهضر عليه دابا. تخيل معايا بعد ما سالينا الفيديو صافي سلمنا يا طاطا بحالك مشيت بحالي. ملي مشيت لا تجي عاوتاني باغي فيديو واحد الغد عاوتاني جاي ماشي مشكل. قلت لي صافي صيفطو، قلت لي راه ما غندير معاك لا فيديو ولا والو. حنا بقينا معاك ودن علينا الفجر ما تسحرناش في طريقكم. يلاه حيت باغي تصور فيديو. علاش صواب باغي تصور فيديو؟ جرجرنا بحالك قلت لك علاش صواب باغي تصور فيديو؟ صورت مع المره الاولى ما بقيتش باغي نصور معاك اخويا صافي بارك عليا ما بقيتش باغي نصور معاك. فوتني عليك قيلني عليك. واش مشى دار حق ملي نزار ما باغيش يصور معايا؟ مشى عيط للمدام ندى، عيط لها قال لها شوفي راه هادي راه الفوكالات راكم سمعتوا المدام شنو قالت. ما بغيتش نبدا نوثق في الصوره ديالها غير هكذاك.
مشى اتفقوا ويا باش يديروا البوز. اشنا هي هاد الحاجه هادي؟ مشى قال غادي نمشي نبين شي فيديوهات ديال نزار باش نمشى نوسخ الصوره ديال نزار. اشنا هما هاد الفيديوهات؟ الكواليس ديال الفيديو اللي كنت كنصور. دابا شوف شنو بغاو يديروا. دابا نزار انا وياه فاش كنجيو شوف اي واحد فاش كيجي يصور فيديو راه كيكونوا كيمثلوا كيتفقوا على الفيديو اللي غادي يديروا يصوروه. نقدروا نمثلوا انا ونزار الطريقه اللي غنصوروا بها الفيديو، ولكن المشكل بيننا وبين نادا وبين فلان وبين فلان حقيقي. فهمتي؟ دابا هما بغاو يردوا التصوير اللي كنصوروا هو التمثيل، يعني تمثيليه. راه فرق كبير اصاحبي بين هادشي. قالك الحبس، خاصك الحبس اصاحبي، وبنتك وما بقاتش فيك. قالك كتحلم كتقول الله يطير عليا هاد البنت اللي حامله به مراتي الا بقيت درت عليها بشي فيديو، واليوم ندير فيديو على الملولي. ما فهمتش واش الادسنس سطاك حتى الدرجه هادي؟ بزاف على الادسنس اصاحبي، الله يلعن بوات الادسنس وما يجي منه. انا ملي كنت مزوج بنادم ما كنتش كنلوح الفيديوهات على ودات الادسنس هذا. امتى وليت كنلوح الفيديوهات تجي عند الملولي؟ ما بغيت نمشي انا بزيرو درهم. واش الادسنس سطاك حتى الدرجه هادي؟ باغي نركب على الموجه صافي خل. باغي تركب على الموجه وما تحطمنيش انايا. ما تطيحش عليا الباطل انايا. خاف من الله يا الغدار كيف ما قال لك سوير. انت خاص حدا منك بنادم وداك المناجر ديالك. داك الكلب هذاك راه اكبر كلب. شوف دابا والله تنفرع امك بالله. احنا ما فيناش هذا الشيء، احنا ماشي غداره، ولكن احنا غنوضحوا الحقائق. دابا انت ديك المناجير ديالو انت هي اللي كتقول له راه الملولي كان كيهضر فيك، وكتقول اقسم بالله اقسم بالله يا وجه التفرقه يا وجه الكميه. نسيتي باش